وفي السياق ذاته تواصلت أعمال تأهيل القرى المنكوبة جراء سيول بقضاء الشرقاط من الدوائر الخدمية والعسكرية، حيث طالب قائم مقام قضاء الشرقاط رئيس الوزراء بالإسراع بإرسال الأموال المخصصة للمتضررين حتى يتمكنوا من إعادة إعمار منازلهم. وأثنى المواطنون على المساعدات التي وصلت إليهم من دوائر حكومية وعشائر من مختلف المحافظات العراقية. حقيقة أنا تحدثت مع أكثر من قناة وأشكر القنوات الموجودة متواجدة عندنا هنا وبارك الله بيهم. المطلوب حاليا وأنا قلت عدة مرات المطلوب أسعاف هذه العوائل، لأن العوائل متضررة بالكامل، بيوتها مهدمة وبيوتها مدمرة، أثاثها انتهت، عندها أبقار راحت أبقارهم، عندهم أغنام راحت آلاف الأغنام، عندنا شهداء، لأن الشهداء أهم شيء، الله يرحمهم، 7 شهداء، 6 حاليا دفناهم وواحد مفقود الله يرحمه، لحد الآن ما عثرنا عليه. المطلوب يعني ولو المسؤولين والدولة حاليا هي مواكبة وعافية عليها، والعشائر موجودة، والعشائر الجنوب هم بارك الله بيهم وما خلوا قصور، وإخواننا ولهم هاي الشيمة. بالتوجيه من السيد رئيس الوزراء وبتوجيه من الجانب العسكري من قبل السيد رئيس أركان الجيش والسيد نائب قائد العمليات وبإشراف السيد محافظ صلاح الدين والسيد قائد عمليات صلاح الدين المحترم، تم توجيه وتشكيل خلية أزمة مؤلفة من الجيش وقائم مقام والشرطة، والعمل مستمر لمدة 3 أيام مستمر ولحد الآن، والحمد لله تشوفون تم فتح الطريق جسر الحورية لتعرض قرية الحورية التابعة للشرقاط الغرق، البيوت والعمل مستمر، وتم من الجانب العسكري مالتنا تقديم المساعدات الإنسانية وهذا، وما بقى أي شيء عندنا، والحمد لله والشكر سيد المحافظ بشرافه محافظ صلاح الدين إشراف مستمر، وكان متواجد ويانا 24 ساعة، والدعم من أهالي سامراء، وجت قبل شوية سيارات موجودة من منتسبي الدعم، من منتسبي أيضا سامراء والكلية التكريت المتواجدين هناك، وأيضا جت من العتبة الموجودة من سامراء مساعدات، وإن شاء الله احنا متصلنا بأهالينا هذا، والعمل مستمر لحد الآن. الحقيقة قرية الحورية وأطراف قرية الخضرانية تعرضت إلى نكبة كبيرة وإلى فيضان جارف منذ فجر يوم الجمعة. الحمد لله بجهود كل أبناء المحافظة وأبناء العراق، يعني هذه المصيبة بالرغم من أنها مصيبة، ولكن إن شاء الله عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني اللحمة العراقية من الجنوب من الشمال كلها يعني انتخت لنجدة ولإغاثة أهلنا في قرية الحورية، كل الآليات، كل المحافظة، الجيش، القوات البرية، يعني ما أحد خلى قصور، دفاع مدني، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، المواد الغذائية، المساعدات من كل حد من وصوب تأتي إلى هذه القرية. يعني بقى عندنا مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء، وحسب ما بلغنا السيد المحافظ بأنه اتصل شخصيا بدولة رئيس الوزراء، نطلب دعم مالي إلى القرى والمناطق والمنازل المهدمة، دعم فوري ومالي لكي يعني المواد الغذائية سدوا وكفوا وزارة التجارة والأهالي وكل الخيرين من أبناء العراق العظيم. آلية التوزيع تم بناء على توجيهات السيد المدير العام وبالتنسيق مع المتنفذين من أهالي المنطقة شيخ العشيرة والمختار، حيث تم بتنظيم قوائم، القوائم تشمل فقط العوائل المتضررة.